أيام قليلة وينقض الشهر الفضيل، شهر الصيام والقيام وشهر القرآن، أين تفتح أبواب الرحمة والعتق من النار في العشر الأواخر من رمضان. فيها تتجلى العديد من الظواهر التي تترجم المعاني الروحية للشهر الكريم، وفي المقابل تكشف عورات العديد من العادات السلبية التي تلتصق بسلوكات بعض المواطنين حتى لو تبرأ منها ديننا الحنيف. وبعد يوم شاق من الصيام، أين تكون وجهة هؤلاء بعد الإفطار للترويح عن النفس؟ وهل السهرات التي تحيا باسم ليالي رمضان متنفساً عند هؤلاء؟ أم أنها انتهاك لحرمة رمضان؟ ولماذا يرتبط شهر رمضان عند الجزائريين كل سنة بمصطلح ملء البطون لتغنيهم اللهفة والسعر عن السؤال؟ وهل يدرك الصائم السموم التي يشتريها بأمواله لتقدم له على طاولة الإفطار؟ وماذا عن سيناريو الكسل الذي يتكرر مع جل المؤسسات والإدارات العامة كلما حل شهر رمضان لتعطل بذلك مشاريع وشؤون الناس بحجة راني صايم؟ مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في عدد جديد من برنامج خلف الستار. إذن هذه هي مواضيعنا لهذه الحلقة، لنتابع. لازم انسان يديفولي على رب. يا اوكان بروبليم شاكان الا سا سي بريفيرونس. ومما يقام في ليالي رمضان مخالف للدين. وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون. ها قد أوشك شهر رمضان الفضيل على الانقضاء لترحل معه صور ومشاهد قد اعتدنا عليها. الأسواق والمحلات تعج بالباعة والزبائن، الشوارع مكتظة بالناس على الآخر، زحمة كبيرة في حركة المرور، فالكل في سباق من أجل التحضير لساعة الإفطار، غير أن السباق قد اشتد. إنها العشر الأواخر من شهر رمضان، وما إن يعلو أذان المغرب حتى يتسارع الصائمون للموائد من أجل ملء البطون بعد أكثر من 16 ساعة من الصيام وفي عز الصيف. الساعة 9 ليلا، حياة أخرى للجزائريين بعد الصيام، يغلب عليها الطابع الروحاني، فكل المساجد مكتظة لتناجي ربها طلبا للمغفرة والثواب في أيام هي عتق من النيران. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فضل عشر أواخر في رمضان، الإنسان لازم يكون يعني شغل يجاهد نفسه ويجاهد حتى الأسرة تاعه، ويكون كما يقول واحد يكون اللي هي عتق من النار. عشر أواخر الإنسان يسيه كيفاش يجاهد اكثر واكثر، لا يغتنم هذه الفرصه تاع العشر الاواخر. بالك الانسان غلط في اليامات الاولين، بالك تهاون، بالك بصح العشر الاواخر لازم يشوف اليتامى، يشوف المساكين، يشوف يجاهد نفسه الصلوات ثاني في الوقت. وقد يفضل البعض الترويح عن انفسهم بعد يوم شاق من الصيام والعمل والحر، لتكون وجهتهم بعد الافطار المساحات المخصصه للتنزه أو بعض السهرات الملتزمة التي تنشطها عدة فرق إنشادية. لا الحمد لله، احنا شوف الشعار تاعنا تأصيل الأصيل وإعطاء البديل. احنا الكلام اللي أنا نديروه والنشيد اللي أنا نديروه ولا حتى الفن اللي أنا نديروه هو الفن الأصيل.
اللي كانوا يتغنوا به جدادنا بكري واللي تغنوا كانوا يتغنوا به امهاتنا بكري في العرس. هذا هو الفن تاع الصح النقي اللي يدخل للمجتمع ويدخل للعائلات بحيث يقدر تسمعوا الزوجه مع زوجها ولا الام مع يعني وليدها ولا الاخت مع اختها، يعني شغل كلام نقي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، كان حتى في بعض المواضيع الاجتماعيه وين يقدر اي واحد يسمعه سواء في الدار ولا في السياره ولا كذلك في الحفلة. الى هنا قد يبدو الامر عاديا، فهذه المشاهد اعتدنا عليها كلما حل رمضان، لكن قد تتفاجؤون. فكلما علت أصوات المقرئين في صلاة التراويح تعلو في الجهة الأخرى أصوات المغنيين، وتعلو معها أصوات من يرقصون على أنغامها. لازم إنسان يديفولي على روح، باسكو هذا إنسان عنده يمشي كما يقول لك بالحم والدم، لازم يديفولي، ما تقدرش تقعد معزول على المجتمع باسكو علاه يكون عليك لا بريسيون ولا حاجه تزيد تعقد تزيد تمرض كاع، لازم دير الديفولي. عيش ما شئت فإنك ميت، واحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك محاسب عليه. شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه واستغناؤه عن الناس، هذا هو عذوق. اللي حب يغتنم الفرص هذه فرص. من هنا كانت انطلاقتنا في هذا التحقيق، السهرات الرمضانية في الجزائر. تعمدنا الخروج مباشرة بعد الإفطار لتكون وجهتنا أحد الفنادق في الجزائر. ساعة من الزمن تقريبا ونحن في زحمة المرور المؤدية إلى المدخل الرئيسي للفندق، فالكل كان يسارع من أجل الظفر بمكان للسهر. استوقفنا عون الأمن من أجل مراقبة التذاكر، دفعنا مبلغ 4000 دينار جزائري من أجل الدخول. المهم صراخ الحاضرين وتفاعلهم مع المغنيين يعلو الخيمة، هو ما فتح شهيتنا لنكتشف ما يحدث بالداخل. لحظة دخولنا تفاجأنا، فلا تكاد تتاح لنا فرصة الدخول، فالمكان مكتظ على الآخر. المهم انتهزنا الفرصة من أجل تصوير كل المشاهد بالكاميرا الخفية، فالكل كان منشغلا بالرقص والغناء والتفاعل. يحدث هذا في العشر الأواخر من رمضان. وكانوا يديروا سهرات غنائية يعني تما تروحوش جامي. أنا لا فامي محافظة شغل هكذا، ما عندناش فيس هكذا تلعاد تاوعنا ما يدوموندوش هذاك الفيس. حرام ربي ما يبغيش. شهر التوبة والله يفرح. مي شاكان سون غو، كل واحد واش يحوس. كان يحوس واحد لا فيرجور، كان واحد يحوس البحر، كان ديجا تروح البحر تلقاها معمره في الليل. تلقاها معمره. لا كل واحد. اسكو تجيك لوجيك في رمضان؟ بيان سور سي لوجيك، كل واحد واش يحب. كان واحد يحب الغناء، كان واحد يحب الكالم، كان واحد يحب كل واحد كيفاش. نو يا اوكا بروبليم شاكان إلا سي بريفيرونس. لا تزال مهمتنا في تصوير المشاهد داخل الخيمة ممارسات ماجنة، شذوذ، مراهقات يتذرعن بحجج واهية لأهاليهم من أجل الخروج من منازلهن لتكون وجهتهن هذا المكان. وحرمة رمضان تنتهك علنا وتصرف لأجلها الأموال. يسهر الإنسان في الليل في هذه الحفلات التي حرمها الله عز وجل، ثم الصباح ما يقدرش ينوض وما يقدرش يؤدي العمل تاعو، فتسيبه في العمل في العمل تاعو مقلق ومريض لأنه سهر الليل، سهر سهرات مخالفة للدين. ثم تلقيه ما يديش واجبه نحو المواطنين، تلقي الناس كل راقدة، تلقي الناس كل نايمة، هذا لا يجوز شرعا. غادرنا المكان بعدما امتلأت شريحة الكاميرا بكل الصور التي التقطناها، ونحن نتساءل هل يحدث هذا فعلا في العشر الأواخر من رمضان، أين يتحرى المسلمون ليلة القدر؟
وهل من كان بداخل الخيمة كانوا صائمين ساعات قبل هذا؟ وكيف سمح الأولياء لأبنائهم وبناتهم خاصة المراهقات منهن الدخول لمثل هذه الأماكن؟ مشاهد نتمنى ألا تتكرر في رمضان فضيل أنزل فيه القرآن رحمة للعالمين. كما تابعنا أصوات تناجي ربها راجية التوبة والمغفرة والعتق من النار في العشر الأواخر من رمضان، وأخرى للأسف تسهر على أغاني وممارسات الماجنة إلى غاية وقت السحور بحجة الترويح عن النفس. السؤال الذي يطرح نفسه، هل فعلا كان هؤلاء صائمون ساعات قبل انطلاق هذه السهرات؟ وهل تعمد القائمون على تنظيم مثل هذه السهرات الماجنة صد الناس على خيرات وبركات هذا الشهر الفضيل؟ وإن كان هؤلاء ينتهكون حرمة رمضان بعد الإفطار، ماذا عن الباعة في الأسواق الذين يمسون بقدسية هذا الشهر في وضح النهار عن طريق الغش والإضرار بالزبون؟ لنتابع. الشربات ما تباعش بورتي باسكو الشربات بوفيريك ما يخدموهاش منه، من هذيك ماشي شربات، تخدموها بليزيكستري. ما ان يطل علينا شهر رمضان الكريم حتى تتزين الاسواق بمختلف السلع والمنتوجات التي يكثر الاقبال عليها خلال هذا الشهر الفضيل، فيزيد الطلب عليها بشكل طردي، وهو ما يحول العديد من الأسواق والمحلات إلى شبه ورشات كبيرة لتحضير ما لذ وطاب من هذه الحلويات والمأكولات وكل ما يشتهيه الصائمون في شهر رمضان. احنا نخدمه في رمضان، نخدمه عند كي نخدمه لاباتيسري، نخدمه لوريونتال، ونخدموا الشربات، نخدموا قبله، ونخدموا لي صالي. احنا مشتركين يدخل عندنا يقصدنا، ونخدموا السومه، عندنا السومه، ونخدموا الشربات، نخدموا ناتيرال. الجزائر والعير مش كما فون، ما يفرقش ما بين حاجه في الفريجيدار وحاجه برا، حاجه في الطابله وحاجه في محفوظه في مغازا، يعني ولا يفرق بكري، ما كانش يفرق. تعجبوا حاجه يديها دارك، وما تعجبوا حاجه وما تكونش محفوظه، يعني ما تكونش في بلاصه باردة في بلاصة يعني نقية، ما يديهاش ما يديهاش، ما قريت تعجبه ما يديهاش يخليها. صراخ الباعة يملأ المكان، كل ما يحرك جوع الصائمين وظمائهم معروض للبيع هنا، الكل يروج لسلعته والكل يريد أن يقتنص أكبر عدد من الزبائن. رائحة الخبز والخضار والتوابل والحلويات التقليدية تنتشر في كل مكان من هذا السوق الشعبي. هذا هو سوق باب الواد الشعبي، أحد أبرز الأحياء العتيقة في العاصمة، فمع حلول شهر رمضان تضيق هذه السوق ببعتها وزبائنها، قد تمتد لتغطي مساحات أخرى من الأرصفة في الطريق التي تتحول إلى أمكنة يعرض فيها الشباب مختلف السلع التي تلبي حاجات الجزائريين في الشهر الفضيل. غير أن بعض الباعة لا يحترمون المعايير الصحية الخاصة بعرض العديد من المواد، فتجدها تقابل أشعة الشمس طول النهار، لكن رغم ذلك يقوم المواطنون باقتنائها ولا يكترثون لخطورة الأمر ولا لما يترتب عن ذلك من أخطار مباشرة على صحتهم. كل بلدية بدون استثناء فيها مصلحة يسموها مصلحة الصحة والوقاية. كيفاش من جهة البلديات كل بلدية فيها مصلحة الصحة والوقاية، ومن جهة نشوفوا نقاط بيع
نقاط بيع اللي تضر صحة المواطن. إذا واش راهي دير هذه مصلحة الوقاية؟ لو كان جات فقط مصالح الصحة والوقاية اللي تابعة لهذا البلديات 1541 بلدية، لو كان جات هذه المصالح تقوم بالواجب نتاعها وتتحمل المسؤولية نتاعها، لو كان ما عندناش نقاط بيع نتاع مواد غذائية إطلاقا عبر التراب الوطني، ما عندنا يبيعوا اللحم في الطريق، ما يبيعوا الخبز مقابل الغبار، ما يبيعوا المقارين والبيض ومكونات الحلويات والمشروبات مقابل الشمس، ما كان والو. تنقلنا إلى سوق الحراش والذي يكثر نشاطه في هذا الشهر الكريم، غير أننا اندهشنا إلى طريقة عرض بعض السلع خاصة اللحوم مع عدم مراعاة شروط التبريد والنظافة. في طريقنا إلى مقطع خيرة ببلدية دواودة ولاية تيبازا تصدمك مشاهد القذارة والأوساخ اللصيقة بالمكان. مرتفعات يكسوها البياض تحسبها ثلوجا، ونحن في عز الصيف عندما تقترب منها تكتشف أنها ريش الديك الرومي يتطاير هنا وهناك. روائح كريهة تسد الأنوف والسكاكين تتقاطر منها الدماء. فضلة الديك الرومي تعم الأرجاء، فمصطلح التبريد محذوف عند هؤلاء الباعة. تناول هاته الدواجن أو حتى يعني المواشي، تناولها بطريقة غير صحية، نشوفوا الغبار، نشوفوا المحيط غير مناسب، نشوفوا عملية السلخ وعملية نحيلها الريش هي غير سليمة تماما. الآن عندنا للأسف شديد نقاط بيع تاع اللحوم، تبي اللحوم ماهوش فقط مقطع خيرة بولاية تيبازا، وإنما حتى في الغرب حتى في الشرق نصيبوا أحيانا لحوم تتباع على قريع الطريق، لحوم بيضاء داند ولا خروف معلق في شجرة ويبيع، الغبار، الشمس، ممكن الأمراض المعدية اللي تنقل. خرجنا من مقطع خيرة ونحن مذهولين لبشاعة المناظر، فكانت وجهتنا هذه المرة مكانا آخر مشهور عند عامة الجزائريين ويتحول إلى قبلتهم المفضلة خلال الشهر الفضيل. إنها مدينة بوفاريك المعروفة بحلوياتها التقليدية، وبالأخص زلابية بوفاريك والشربات التي تحضر على مستوى بعض المحلات بعيدا عن أعين المراقبة. بوفاريك بلاصة واحدة في الجزائر تخدم زلابية، ما كاش قطر الوطني كما قال الجزائري كاع كاين غير بوفاريك يخدموا زلابية تاع بوفاريك بيان سير. عندها نوكا شابة، عندها حاجة وحاجة شغل في رمضان عام كومبلي على بالك، يجي في رمضان يتوافد عليها يطيبوا زلابية ولا يطيبوا بقلاوة ولا يطيبوا أي كان، ولكن مجهولة الهوية، مجهولة المصدر، مجهولة المكونات. نصيبوا نقاط بيع نتاع الشربات مثلا نتاع المشروبات في الأسواق الموازية. مادام في الأسواق الموازية المواطن علاش ما يتسألش ما هي المكونات تاع هذا المادة؟ شكون اللي يضمن بأن المكونات نتاع هذا المشروبات اللي راه شراها من نقطة بيع الموازية ماهيش مكونات فاسدة أو منتهية الصلاحية؟ ثانيا الطريقة نتاع إعداد وإحضار هذه المشروبات، هذا اللي راه يبيع الشربات في الطريق يبيع عنده أكياس تاع شربات ومشروبات في الطريق، يا هل ترى في داره عنده صح مصنع تاع جودة ورقابة؟ عنده صح مصنع وين يدير مثلا خاصين بحفظ المياه المعدنية اللي تصلح معناتها باش يخدم بها المشروبات؟ ما عندوش، ممكن راه دارها في باسينة حوايج، ممكن راه دارها في صال دو با عمرها إلى آخر. الواقع هكذا يقول. ما مش شربات مليحة، سيناها مليحة. أنا نديتها 5 كيلو، كاع ندي لهم كيلو كيلو. أنا اللي ندي كيلو ما نزيدش، قيس يومين. هي في الحق كاين شربات ناتورال، كاين اللي تنخدم صح بالقارص. هذيك راهي غالية، هذيك غير تشوف فيه البري تاعها غالي، أعرف فيها بلي سي ناتورال. هذيك دير 115 ألف. هذيك يخدموها بالقارص الحر.
وكاين كيما حنا خدمنا شربت العاديه تاع كيما تخدموها بليزيكستري، ما يكذب عليك حتى واحد تخدم بليزيكستري. اولا مكونات هذا المنتوج، مكونات هذا المنتوج اذا لم تكن موضحه في اطار واسم معين فهي غير قابله للاستهلاك، هذه هي القاعده الاوليه. وبالتالي مثل هذه المنتوجات لا نجدها في المحلات النظاميه وانما نجدها في الاسواق الفوضويه، لانه ما فيها لا وسم ولا هم يحزنون. زد على ذلك اغلبيه المواد الموجوده فيه هي مواد كيماويه. لما يقول لك مثلا شربات بالقارص، انسى القارص هذا، ربما كان القشره تاع القارص ولكن نجده بالحمض الاسيتريك، الاسيت سيتريك. لما نشوفوا بعض الملونات لازم نعرفوا انها ملونات صناعيه، ما راهيش ملونات طبيعيه. حتى احيانا نرى بعض الملونات الغريبه البنفسجي. تجولنا في بعض المحلات حتى نتأكد من مراعاة هؤلاء الباعة لمعايير النظافة في إعداد زلابية وشربات، على الرغم من أنه منعنا في بعض الأحيان من تصوير طريقة تحضير الشربات داخل المحل قبل عرضها على الزبون. هذه السلع المعروضة التي تنعدم فيها شروط النظافة أردنا أن نتأكد من صحتها، عدنا مرة أخرى إلى مقطع خيرة وقمنا بشراء قطعة من الديك الرومي، ومن ثم توجهنا لبائعي الشربات لنتوجه مباشرة إلى المخبر من أجل تحليل هذه المواد. نتائج التحاليل التي قمنا بها على العينات المتمثلة في شربات عجينة زلابية والداند كانت كما يلي: شربات لقد تم العثور فيها على ليفور في العينتين تاع الفراولة والليمون، ويعني هذا الجرم يسبب في ذوق غير مرغوب فيه في الشربات. أما عجينة زلابية فكانت النتائج المتحصل عليها نتائج يعني جيدة، وبالنسبة للدند فلقد تم العثور على لو جيرم سالمونيل اي لي ستاف، وهاد لي دو جيرم سو سون دي جيرم باتوجين التي تتسبب في التهاب المعدة والأمعاء، وهذا الالتهاب يؤدي إلى تسبب في دو فورت دياري اي دو فورت فيفر أوسي. هي هكذا الأسواق الجزائرية في شهر رمضان، أو عندما تتبرأ النظافة والشروط الصحية مما يعرضه العديد من الباعة وسط رضا أغلب المواطنين الذين يجرفهم الجوع وحسن التدبير كما يعتقدون إلى الأرخص ربما، لكن يتناسون أن ثمنا باهظا قد يدفعونه لهذا التهور يكون في النهاية وضعهم الصحي الذي لا يعوض بأي ثمن.
كما شاهدنا باعة لا يفرقون بين رمضان والصيام، هدفهم الربح السريع فقط، وإن كان على حساب صحة المواطن الذي أغنته اللهفة ورخص الأسعار في السؤال عن مصدر ما يأكله ساعة الإفطار. لكن وزيادة عن كل هذا، تستمر معاناة الصائمين في هذا الشهر الكريم ليدفعوا ثمن موظفين تكاسلوا في أداء عملهم تجاه المواطن بحجة حبس راني صايم. لنتابع. لسنا في برج خال ولا في مدينة مهجورة كما يخول للناظر، هي عاصمة الجزائر، مدينة البهجة التي يأفل بريقها في شهر رمضان وتغادرها البهجة، بل تصير أقرب إلى مدينة للأشباح، حيث لا حركة ولا أي شيء آخر يدل أن سكانها أحياء. رغم أننا نقترب من منتصف النهار، فالساعة الآن تشير إلى 11 صباحاً. شهر رمضان المرتبط بأدبيته الروحية والدينية بمعاني البذل والجهد وكثير من الانتصارات والفتوحات الإسلامية، يتحول عند كثير من الجزائريين إلى مرادف للكسل والخمول، فتجد أغلب العمال يهجرون مواقع عملهم فيبرمجون عطلاتهم السنوية خلال هذا الشهر، ويلجأ البعض الآخر إلى التحايل عن طريق أخذ عطلات مرضية مزورة، ناهيك عن التأخيرات والتغيبات بالنسبة للذين لم يسعفهم الحظ في الحصول على إجازة، فتتعطل العديد من شؤون ومصالح الناس. كي جا شهر تاع رمضان الناس تبدلوا السيرة، ما يسون با باغ كتير لو ترافاي، يمدوا روتار، سيتان كالك سورت لو موا دو كونجي كي لي بيي. الخدم الجزائري ما يحبش يخدم، ما يحبش يخدم، يحب يتمعلم، يحب يرقد كيما يحب، ينوض كيما يحب. المواطن كي يروح لعنده ما يقيموهش، ما على بالهمش بيه. الجزائر لا يتغيب فقط في رمضان، يعني الامور تتفاقم في رمضان، حتى في الايام العاديه نسبه ساعات العمل تكون قليله لو قورنت يعني مع ما هو متعرف عليه في الدول المتقدمه. مع الاسف الشديد في احصائيات تقول بان العالم في الوطن العربي بما فيه الجزائري اقصى ما يشتغلوا في اليوم هي ساعه، هذه في الايام العاديه، وبالتالي فيه 7 ساعات تروح هباء منثورا. الإشكال المطروح أن في شهر رمضان الأمور تتفاقم، ليس الجزائر لوحدها بل كل العالم العربي في شهر رمضان كأنها تصبح البلد يعني في عطلة مدفوعة الأجر باستثناء قطاع التجارة. احنا الإجراءات المعمول بها قانونية ناخذ كل احتياطات تاعنا، اللي غير يعني وعنده سبب، احنا على كل حال وعنده سبب معذور طبقا لما نستعين القوانين المعمول بها، اللي غيب هكذاك نطبقوا عليه القانون صار متب على كل حال من مجلس التأديب حتى يعني يكون طرد، يعني نطبقوا القانون صار متب، وكونوا ناخذوا حتى كاين اللي ياخذوا عطل، كاين الاصدقاء تاعهم وهما اللي يخلفوهم، يعني نفس اذا كان طبيب هو طبيب، اذا كان شبه طبي، وتكون هذه مبرمجه. وحتى نتأكد من سلوك الجزائريين خلال الشهر الفضيل، ارتأينا القيام بجولات عبر عدة مكاتب للبريد وبلديات على مستوى العاصمة، فكان نفس المشهد يتكرر في كل مرة، طوابير من الناس لا تعد ولا تحصى في مختلف الإدارات، فيما السواد الأعظم من المكاتب تبقى شاغرة. لو نروحوا الان الى الاداره نلقاوها خيعه روشها، والسلوك الاخر مع الاسف يسمحوا لي ننسى على وحده
الإدارة الجزائرية تخلو من المرأة الجزائرية كأنها ليست هناك فيها ولا موظفة أو عاملة بحجة جواهية. واحدة تقول لك ندير الشربة، واحدة تقول لك ندير نفس الشيء يديره العامل، يقول لك أنا ثاني كنروح نقضي ونروح الآخر. نجد نفوسنا أمام إدارات نسبة وجود العمال فيها والموظفين يعني تقل من 20%، يعني نصبحوا في الحد الأدنى. لذلك مصالح الناس تتعطل بشكل تام في شهر رمضان. كل ما تروح الإدارة يقول لك واللي بعد العيد واللي بعد العيد واللي بعد العيد، يعني وبالتالي هذا يعطل مصالح المواطن، يعطل مصالح الدولة ويسبب خسائر اقتصادية كبيرة جمة. هذه الخسائر يمكن يجملها في فئتين. الفئة الأولى هي التغيب، يعني عدد هائل من العمال يتغيبوا. بالعكس في بعض الموظفين وإحنا نشكرهم أنهم في رمضان يدي الكونجي تاعو أحسن هكذا باش ما نخسرش معاه، لكن واحد آخرين يدوا الكونجي صح تاع العطلة بطريقة غير مباشرة، يجي نهار 10 ايام ما يجيش. حنا الرقاد، حنا الرقاد في رمضان نرقدوا، نحبوا نرقدوا، نحبوا العشيه اللي قالوا الحاجه المليحه ناكلوها، بصح في النهار ما تهدرش معايا، يعني خدام ما تهدرش معايا. هذه العقليه تاعنا حنا ما نخدموش. وجهتنا الاولى كانت احد مكاتب البريد. ما لفت انتباهنا للوهله الاولى هو الكم الهائل من المواطنين ينتظرون، خاصه ونحن على ابواب عيد الفطر. تقمصنا دور المواطن الذي يريد أن يفتح دفتراً للتوفير والاحتياط، ولم نكن نتوقع أن الاستفسار عن هذا الأمر سيأخذ منا وقتاً كبيراً. فهنا مكتب شاغر وآخر يبعث بنا إلى مكتب آخر. الظاهر أن الموظفة منشغلة باختيار صالون للحلاقة، فالأمر بالنسبة إليها أهم من أي شيء آخر، خاصة وأنه لم تعد تفصلنا عن عيد الفطر سوى أيام قلائل. رحت للبوسطة باش نجبد، نقعد ساعة ونص زوج سوايع، واحد 50% الأوقات تاع لي زاجون تاع البوسطة اللي يخدموا في لابوسط، واحد يهضر في التليفون، واحد يكسر مع صاحبتها والغاشي يستنى، ولو كان تريكلامي ما يعطيولكش الحق، عندهم توجور لي زيكسكيوز، وأنا أنت ما على بالكش راني ندير، وأنا رحت نجيب دراهم، وأنا راني مالوريزمون هادي في الجزائر سي كورون مع والفناها. قررنا التوجه عند موظف آخر والذي كان غاضبا بعد مشادة كلامية مع زميل له. كان حاجة بركوت والله بس نقول السلام يا خويا، قول اكشو السلامة بينك والله والله والسلام باش نتحابوا. ايوا باش نتحابوا بلا فلوس. اسمع ليك صاحبي الله يخليك اسقسي باش نفتح قناة دوكنا. وإن كان هذا الموظف أحسن من سابقيه حيث رد على تساؤلنا، إلا أنه تحجج بأن الشبكة معطلة. سمعت دكا باش تدخل بالسوالف ولا حادث.
وجهتنا هذه المرة كانت مقر بلدية القبة، أين طلبنا مقابلة رئيس مصلحة الحالة المدنية، وما إن تقدمنا من العون وأردنا السؤال عن رئيس المصلحة حتى قطعنا ببرودة غريبة وبنظرات صماء رد علينا غير موجود. الصيام والحرارة والتعب أصبحت مبررات يتذرع بها الموظفون خلال أيام هذا الشهر المبارك، وإن كان هذا حال من يعملون في مكاتب مكيفة، ماذا عن من يعملون تحت أشعة الشمس وتحت درجات حرارة عالية؟ تقربنا منهم لمحاورتهم فلم نستطع البقاء أكثر من 10 دقائق بسبب أشعة الشمس الحارقة ودرجة الحرارة العالية، لكن رغم هذا لم يمنحهم الصيام والحرارة من أداء واجبهم المهني. سوي ماسون، الخدمة واش تطلب؟ الخدمة نورمال، أنا كي رمضان كي الفطار نخدم نورمال، نوضع 9 نجي للشونتي نخدم، هاك تشوف عند السميشة 3 4 سا ديبون. يعني انا شوفوا اليمن سخانه بزاف، واش راح دير؟ اوبليجي سي دي جون، كل واحد كيفاش طبع لي طبع الكليماتيزور تهنى باش يقدر يسيب روحه في الخدمه تاع الدير تاع برا، واللي والفها من صغره ويخدم الدير والله نورمال. ندخل تعبان صح، بصح الفوق غير ندخل الدار الحمد لله نكون صورتها من دراهم حلال، نحس بالراحه طري طري بيان. مع رمضان يعني نبداو بك صباح شويه 10 الزوج 3 نحبسو باسكو سخانه بزاف، وفي الليل نروحو روبوزو، وفي الليل نعاودو نوليو بعد العشاء نعاودو نخدمو حتى للسحور. بالعكس ربي يعطي لك قدره باش تخدم، ما كان والو عندي كيف فطار كي رمضان كيف كيف، ما كانش كيف كيف شويه برك شويه العطش هذا ما كان حاجه اخرى، تعب نورمال عادي. المعروف ان شهر رمضان هو شهر العبادات الذي تتطهر فيه النفس ويصفى الذهن، فالصيام يزيد نشاط الإنسان وقدرته على العطاء، لكن وللأسف أضحى في وقتنا الحاضر حجة للتكاسل والخمول وتقاعس الكثير من الموظفين عن أداء واجبهم المهني.